وكيف لي أن أخرج وهي موصودة علي وعلى زملائي؟ اسألهم، سيقولون أن باب الزنزانة بعد أن أغلق مساء لم يفتح إلا حينما طلبتموه. كملت التعداد؟ نعم سيدي. تمام، حياكم الله يا ابطال. شلون الامور؟ الحمد لله سيدي تمام. كونوا دائما حاضرين وعلى استعداد. اطمئن سيدي، جنودنا معنوياتهم عاليه وان شاء الله يكونون حصن منيع للوطن. من زمان ما نزلت اجازه، شو القصه عقيد شيرو؟ ما مشتاق لولدك؟ سيدي دا اجمع اجازاتي واوقتها مع اجازه الدكتوره جوانا لما ترجع سنجار حتى نخلص الاجازه سويا. الله يحفظها يا رب، ونعمه ما خلف. طبيبه ترفع الراس. الحمد لله سيدي، هي دائما جاده بعملها، خصوصا لما اخذت الماجستير وكرمها السيد رئيس الاقليم كاك مسعود. الله يحفظها ويحفظها. صباح الخير. صباح النور. ليش ما نمت وارتاحيت بغرفتك؟ كيف ارتاح وانت مريضة؟ الله يخلي لي اياك. نازل حرارتك انخفضت. الحمد لله. انت اختي الغالية، لازم ابقى يمك، ما بيناتنا شكر. ربي لا يحرمني منك. تذكرين من كسرت رجلي قبل سنة وربطها الطبيب وانا اعاني من الحركة مدة اسبوع؟ كنت تسهرين يمي وتلبين طلباتي تطمنين علي، ولما شكرتك قلتي لي لا شكر بين الأخوة. الله يخلينا لبعض. راح أحضر لك ريوب. لا رمان، أنا هسه زينة، راح أقوم أسوي بنفسي.